طيب احنا اتفقنا انه لما بدي انزل البيئه تبعت البايثون بدي اروح على بيئه بتسهل علي، انه بنزل فيها البايثون والديتا ساينس او المكتبات تبعت الديتا ساينس انه بري انستولد بتسهل علي. طب الخيار الثاني انه انا ايش ممكن اسوي؟ بروح على python.org بعمل داونلود للبايثون ستاند الون، تمام، وبعديها بروح على هذا المستودع bi.org، وهنا انا في عندي كل المكتبات موجوده هنا، بدور على المكتبه اللي انا بدي اللي بدي اياها وبدي انه ممكن انه انا انزلها، تمام. يعني على سبيل المثال في مكتبه مشهوره جدا في 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 الداتا ساينس بنستخدمها بشكل كتير اللي هي النمبي، بتفتحها زي هيك فبدي لك هنا الكوماند تبع الانستليشن بيب انستول نمبي. هذا الكلام وين انت بتعمله؟ بتفتحه بالكوماند لاين زي هيك بعد ما انت بتنزل البايثون، وبتكتب هاي الكوماند بيب انستول، هذا الكوماند بتعمل انتر، هو بروح بنزلها من الانترنت. والميزه في الموضوع هنا اذا هي محتاجه ديبندنسي لحاله بعمل ريزولف للديبندنسي وبروح بنزلها لوحده، تمام. طبعا هذا الخيار صعب جدا انه انت تقدر انه انت تتبع كل المكتبات وتقعد انه انت تنزل واحدة واحدة كل ما تحتاجها، لا بدي انا بيئة كاملة انزلها وفيها كل الداتا ساينس باكيجز. ايش هي هذه البيئات اللي موجودة عندي؟ عندي الوين بايثون بس للويندوز، وعندي الاناكوندا، تمام. فانت ممكن تختار بيناتهم. الوين بايثون بدي اورجي لك الويب سايت تبعها winpython.github.io، في عندك هنا نسخة 3.7 وعندك 3.8.3. احنا بدنا نعتمد هاي النسخة، انا يعني بفضل انه تتنزل الوين بايثون، والسبب في ذلك انه يعني بدي لك الانستليشن انت عندك على الجهاز as a standalone، بعملش انه سيت اب بسجل حاله في الريجستري وبضيف حاله في الباث، يعني اسهل عندك في التعامل لو انت بدك تتعامل مع اكثر من بيئة للبايثون. الاناكوندا خلاص بدك انه انت تتقيد بهاي البيئة، تمام، و الانستليشن تبعها بيطول اكثر يعني انه كوقت يعني. هذه شغلة. الشغلة الثانية انه الابديت انا عندي في الوين في الاناكوندا ابطأ شوي. ليش؟ لانه انت تعال تطلع هنا، انا حطيت لك الرابط المباشر للداونلود. انا هذا البايشر لان كنت هي الرابط المباشر للداونلود. لو انت عندك هنا الانديفيدوال اديشن هي هذه اللي احنا بدنا ننزلها، تيم اديشن لو انت كنت يعني موجود في شركه ممكن انت تحتاجها، فبتروح تحت هنا اخر شيء في عندك 3.7 و2.7، آخر إشي في النسخة 3X هي 3.7، تمام. فبالتالي الأبديت تبعها إنه أبطأ. طبعا هنا النسختين 32 بت و 64 بت، تمام. في عندك نسخة للويندوز والماك واللينكس. يعني أنا حكيت لك إنه البريفرنس إنه أنت تنزل الوين بايثون. الوين بايثون بدل ما تحتار في هدول انه اي واحدة انزل فيهم، انا حطيت لك الرابط المباشر للباكيج اللي احنا بدنا اياها. فبالتالي انت هنا لما تضغط على الوين بايثون حتلاقي انه حيبدا الداونلود عندك مباشرة، يعني حوالي حجمها 700 ميجا. اللي بيستخدم virtual environment، الـ Virtual Environment هذا موضوع تاني. احنا بنحكي على البيئة تبعت الـ Data Science. فالبيئة تبعت الـ Data Science ممكن تعمل منها أكثر من Virtual Environment. هحكي لك إياها الآن لما أنا أشغل لك الـ Bashar. إذا أنت بدك تشتغل على Linux، في عندك خيار إنه أنت يا إما بتنزل الـ هي هو الـ Python already installed على الـ على Linux by default، فبدك إنه أنت تنزل الـ Data Science Packages. الداتا ساينس باكيجز انه الليسته تبعتها لو انت نزلت مثلا، ممكن احط لك لينك هنا انه ايش هي الباكيجز كلها، بتروح بتنزلها كلها دفعه واحده وتنزل عندك. في خيار ثاني انه انت تنزل عندك الاناكوندا
على لينكس لأنه في منها نسخة للينكس. هاي تمام جرافيكال انستولر. طيب الآن بعد ما أنت تنزلها إنه هي بتنزل معك زي هيك إنه هي أجي لك إياها في الداونلودز. هاي هو عبارة عن ملف executable تضغط عليه دبل كليك بيقول لك انه يعني هو executable يعني self extraction يعني executable هذا مش للست اب انه next 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 تعمل للست اب لا للself extraction. فانت وين بتحط المسار؟ بفضل انه انت تحط المسار على partition مباشرة يعني بتحطه على الدي يعني حتى لو فرمت الويندوز وهو موجود على الدي لو فرمت الويندوز على السي وهو موجود على الدي ممكن ترجع تشغله بدون اي مشاكل ما فيش داعي ان انت ترجع تنزله مرة تانية. انا وين فكيت الضغط تبعه انا حطيت المسار تبعي زي هيك انا فيش عندي غير بارتيشن واحد على الجهاز فحطيته فيه على مباشرة بايثون 3.8 عملت مجلد هذا وهي يعمل اكستراكشن هنا وين بي واي 64.38 30 تمام؟ أجيت هنا في هذا المجلد إيش بتلاقي عندك؟ بتلاقي عندك عدة شغلات عندك الوين بايثون إيش الوين بايثون؟ هذا عبارة عن command prompt وبيكون هذا عبارة عن batch file بالمناسبة هو عبارة عن command prompt مفعل فيه الباث تبع البايثون تمام؟ يعني لو شغلت الكوماند prompt العادية وعملت بايثون لن يحدث شيء بروح هو على ما اعتقد انه بده صحيح انا ما بديش هذا الكلام انا ما بديش هذا الكلام ليش لانه انا في عندي كوماند هو يعني شغل الويندوز ستور انه هذا الابلكيشن مش موجود انه هي ممكن تنزله بالابلكيشن ستور انا بدي اشغل الوين بايثون كوماند برومبت هنا هذا عبارة عن CMD مفعل فيها الباث تبع البايثون يعني لو هنا كتبت بايثون بيشتغل معايا بشكل مباشر تمام؟ فهاي تاخدها زي هيك وبتحط لها اختصار على وين؟ على سطح المكتب عندك زي هيك وين ما انت بدك بايثون CMD بيشتغل معك والبيب شغالة هنا يعني هنا لو كتبت لك بيب مش هيقول لك انه الكوماند نوت فاوند هيقول لك انه هيطلع لك الهلب انه هذه اليوزج تبعها انه بيب وبتكتب اسم الباكج وال انه بيب يعني اسم الكوماند انه انستول هو فعليا بنزل الباكج وبعملها انستوليشن داونلود بنزل الباكج بس بعملهاش انستوليشن انا انستول وفي انا عندي فريز فريز انه بتروح بتطلع لي حاجه اسمها ريكويرمنت فايل ما تشغلش بالك فيها الجد تمام طبعا في كل صور المجلد لازم عندك بالضبط عشان هيك انت لو بدك انه تعملها انه بيب انستول ماينس ار للريكويرمنت فايل بتري يعني بترتاح تمام طيب واضح من انه انا لما اشغل البايثون زي هيك انه البايثون هاي انتربريتد لانجويج ايش معنات هذا الكلام بتنتم تنفيذها السطر سطر ممكن تحكي الاكس بتساوي 10 print الاكس اخذ السطر الاول نفذ لك اياه وبعديها دخلت السطر الثاني ونفذ لك اياه print hello اول ما تعمل enter على طول بيصير له execution هل معنى ذلك انه انت بتقدرش تكتب برامج في البايثون الو لازم ايش لا تكتب برنامج كامل تنفذه دفعه واحده هاي سؤال انا بقصد تقدر ولا بتقدرش تقدر تمام فهاي اللي انا بدي اوضح لكم اياه انه في الطريقه الثانيه في التعامل مع البرامج بالمناسبة في أنا عندي إنه وين بايثون انتربريتر إنه هيو اي بايثون كيو تو كيو تي كونسول وفي أنا عندي هنا الوين بايثون انتربريتر مباشرة بروح
بيطلع لي البايثون برومبت او البايثون شيل مباشره زيك. اما هذه السي ام دي انه بفتح لي سي ام دي بقدر اكتب بايثون او بيب، واذا كتبت بايثون بروح بطلع لي الشيل. في عندي هاي نفس الشيء شيل، ولكن يعني فيها ميزات اكثر. تاخذ شوية وقت في التشغيل، وممكن انت تكبر الفيو عندك بالكنترول مع البلس. النظام فيها انه انت عندك بياخد انبوت واوتبوت، انبوت واوتبوت. انا عندي انبوت هنا واحد، يعني اكس بتساوي 10، هذه فيها اوتبوت الستيتمنت، لا فانبوت 2 بهذا الشكل print. شايف بيديني هنا auto completion، يعني فيها ميزات اكثر، اسهل انت عندك في الكتابه في الكود. تمام، فهذه الها output زي هيك. لو مثلا على سبيل المثال انت بدك تشوف ال value تبع متغير، ممكن تتعمل print ال x، وفي الشيل عندنا هذا في الشيل فقط انه ممكن تكتب اسم المتغير زي هيك مباشرة على طول. لاحظ هنا ان 4 اوت 4، يبقى هذه الستيتمنت انه الاوتبوت تبعها زي هيك. تمام، طبعا شو فايدة الشيل قبل ما ننتقل للطريقة الثانية؟ شو فايدة الشيل؟ الشيل كتير كتير بتعطيني ميزة انه انا اسوي شغلات كتيرة. لو انا بدي اجرب شغله معينه بفهمها على الشيل وبعديها برجع في الكود، بدل ما انا اجرب الشغله هذه في كود كبير، لا بجربها في الشيل بفهمها وبروح بظبط الكود انا عندي في الكود الكبير. واضح ولا كمان مره؟ هذه شغله. والشغله الثانيه انه راح استخدمها في الشرح كتير، يعني بين الوقت والتاني هتلاقي انه انا انتقلت للشيل عشان انا يعني اوضح لك شغله بشكل سريع تفهمها، وبعديها بنرجع نكتب الكود في يعني كبلوك كبير. يعني من ضمن الشغلات اللي انت ممكن انه انت يعني تشوفها انه ايش ممكن انه الشيل انه هي كيف بتساعدك انه انت تفهم شغلات معينه. على سبيل المثال الرينج، عندنا في البايثون داله اسمها رينج، رينج 10 شو بتعمل لك؟ تدي لك سلسلة من الأرقام من 0 ل 9، 10 أرقام اللي هم من 0 ل 9. تمام؟ كيف يعني سلسلة من الأرقام؟ هعمل لك كاستنج لهاي، هذا عبارة عن أوبجكت رينج أوبجكت، هعمل لك إياها كاستنج لليست شفت بعينك انه 0 1 2 3 لغايه 9 از ليست. هيك فهمت انت الرينج. فبالتالي انت لما تتعامل معها في الكود انه انت متخيلها في ذهنك انه ايش معنات الليست هذا. هذه شغله. الشغله الثانيه انه انت ايش ممكن تسوي، انه الليست هذه في لها باراميترز. الباراميترز هذه لاحظ هي وجاب لك اياهم هنا، شايف الشيل انه هنا عندك الستارت والستوب والستيب، ثلاث شغلات ستارت ستوب ستيب. يبقى الستارت انا بدي ابدا عند من 2، والستوب بدي اتوقف عند 16 لانه انا بدي اياها عند ال 15، يعني بدي 15 رقم، بدي 16 رقم لغايه ال 15، وبدي الستيب 3. ايش معنى هذا الكلام؟ ايش الليست اللي حتطلع؟ 2 5 14 بالضبط، كل مرة بزيد 3، 2 5 8 11 14. اوكي؟ فهذه هي الطريقة الثانية لتشغيل الكود. احنا عندنا الطريقة الأولى، يبقى الطريقة الأولى اللي أنت تستخدم الشيل. الطريقة الثانية إنه أنت تكتب كود باستخدام IDE. هذا اللي حسويه الآن. انت عندك هنا بنزل في الوين بايثون اللي اديتكم الرابط تبعها، في عندك الفي اس كود وفي عندك السبايدر، هذول الاثنين اي دي اي. ممكن تستخدم هذا وممكن تستخدم هذا. الاي دي اي هذا بريفرنس انت حر فيه،
بيجي لك واحد بيقول انا مرتاح كثير على الاتوم، واحد ثاني بيقول لك الفي اس كود هو بس والباقي خس ومش عارف، يعني خلاص بتمسك في الشغله يعني بتربس فيها. يعني هذه انت حر، هذا البريفرنس تبعك. انا التوصيه تبعتي انه انت تستخدم البي شارب، الباي شارب، ما تدقش كثير على الفاول تبعي. هاي الرابط تبعه موجود هنا، تمام. في عندك نسختين، عندك الكوميونتي اديشن والبروفيشنال. البروفيشنال انه ايش الفرق بيناتهم؟ انه البروفيشنال انه بيعطي لك الميزه انه تعمل ويب ابلكيشنز بالفريم وركس تبعت الفلاسك والجانجو والرياكت وشغلات كثيره ثانيه في الاتش تي ام ال كود، انه انت تعمل ريندرنج والشغلات هذه كلها. يعني لو انت بدك تعمل ويب ابلكيشنز باستخدام البايثون، هو مش فري، تمام. ولكن لو كان عندك ايميل الجامعه لسه محتفظ فيه، ممكن تتفعل الاكاديميك لايسنس، وبالتالي انه بتصير انه انت يعني بتتمتع بجميع المزايا. فبالتالي هنا انه هنا موجه كثير للويب وال HTML JS SQL support، تمام. احنا الكوميونتي بالنسبه لنا بتكفينا، تمام. فيش داعي انه انت تنزل البروفيشنال الا اذا انت كنت يعني عندك يعني بريد الجامعه لسه محتفظ فيه، وما فيش داعي تنزل كراك او تنزل بروفيشنال بالكراك، لان الكراكرز بيعمل كل يعني ما بيعمل لك الكراك لسواد عينيك. هذه برمجيات خبيثه، شو بتسوي في الجهاز بعرفش، تمام. فخليك على الكوميونتي اديشن. الكوميونتي اديشن انه انت بتنزلها وبتشغل الاي دي، هلقيت حورجي لك اياه الان. الان انا ايش ممكن اسوي؟ بدي استخدم اديتور عادي، هذا بدي اسكره. وهنا بدي اعمل سيف از، وبدي اروح على السي عندي، بدي اعمل مجلد اسمه ماي كود. وهنا انا في عندي ممكن اعمل ابلكيشن جديد اسميه app2.py. في هذا انا ممكن احكي انه الاكس بتساوي 10 print للاكس، اكس بلس ايكوال 1 print للاكس كمان 1 print done. أنا في عندي 5 lines، تمام. كيف بدي أشغل هذه؟ دفعة واحدة بروح هنا على الكوماند برومبت. أنا وين موجود في المسار هذا؟ بدي أروح على المسار اللي موجود فيه الكود. وين موجود؟ في مجلد اسمه my code. شوف إيش في أنا موجود عندي، هيو app 2. بشغله، بكتب python اسم الفايل، بروح يصير له execution دفعة واحدة. يبقى البايثون هي interpreted language، وفي نفس الوقت انه انت ممكن تنشئ يعني تشغلها الكود كله دفعة واحدة، تمام. الطريقة الثالثة انه انت هاي صار اكسكيوشن هنا، انه الاكس كانت 10 عملنا بلس 1 صارت 11 وهي دان. الطريقه الثالثه انه انت تستخدم الاي دي اي. في الاي دي اي هنا انا بدي اوضح لك شغله كثير مهمه، اللي هو موضوع الانفايرمنت وكيف انه انت تحدد وين البايثون انفايرمنت اللي انت بتشتغل عليها. كيف؟ نعم. السي ام دي اللي العادية لا. إذا حطيته بمشي الحال. نعم. نعم. طيب هو أنت أول ما تفتحه يفترض إنه هاي بروجكت كلوز
يفترض انه يطلع لك شغله زي هيك. طبعا انت اول ما تشغله اول مره بيطلع لك انه انت بدك الدارك ثيم ولا اللايت ثيم، طبعا هذا بيرجع لك. وبعديها انه هنا بتختار انه بدك تعمل نيو بروجكت، فهنا بتعمل بروجكت 2. وهنا انت في عندك خيارات انه انت ممكن تشتغل على الفيرتشوال انفايرمنت او اكزيستنج انتربريتر. ايش مفهوم الفيرتشوال انفايرمنت؟ بالضبط. يعني على سبيل المثال في عندك اب واحد محتاج ل library اسمها img version 2.1، وفي نفس الوقت في عندك اب 2 بيستخدم libraries تانية وبرضه الايمج، بس عشان انه library الايمج هذه تكون متوافقة مع الشغلات التانية بدها فيرجن خاصة من الايمج img version 2.7. شو اسوي؟ بنفع تنزل من المكتبة هاي تو فيرجنز؟ يا هاي يا هاي. فايش بتروح تعمل؟ انه لكل ابلكيشن فيرتشوال انفايرمنت مستقلة. ايش بتسوي الفيرتشوال انفايرمنت؟ بتروح تاخذ لك البيور بايثون المكتبة الأساسية من البايثون وبتضيف عليها المكتبات اللي أنت بدك إياها بالسبيسيفيك فيرجن اللي أنت بدك إياها. هذه الشغلات ممكن تنفعك. احنا بنشتغل على التنسور فلو، هتلاقي على الإنترنت بعض الأكواد بيشتغل مع تنسور فلو 1.9، عندك نازل تنسور فلو 2 أو 2.1 لا ما بيشتغلش. طب أنا بدي الكود هذا يعني شغال ومش يعني محتاجه هالجيت، بديش أنا أضلني أنا أعدل فيه، فبروح بنزل تنسور فلو 1.9 في فيرتشوال انفايرمنت، وبروح بنزل فيرتشوال انفايرمنت تانية تنسور فلو نسخة 2.1 وبشغل فيها كود تاني برضه انه هو متوافق مع هاي النسخة. طبعا الشغلة هذه انه انت عشان مش متخيلها، انا بدي اورجي لك انه كيف انه انت خلال شهر معين، شهر واحد بس، انه انت ممكن يكون في عندك اكثر من ريليس عندك. التنسور فلو النسخة الحالية قديش؟ 2.1 اعتقد او 2.2. اخر كوميت متى صارت؟ قبل 15 دقيقة. انه very active. كم كونتريبيوتر عندك؟ حوالي 2500 للتنسور فلو. قديش كوميت عندك؟ حوالي 88000. كم ريليس؟ 112. شوف الريليسز 2.11، هذا متى؟ 18 مايو، 6 مايو لين 2، انزل تحت هنا هذا بورجي لك انه ايش التشينجز اللي صارت. في 30 ابريل 2.2 ريليس كانديديت 4، شايف قديش التسارع انت بيصير في عندك في الفيرجنز اللي بتكون موجوده انت عندك. تعال هنا مثلا 1/15 هذا الكلام متى كان؟ هذه 26 يناير بالضبط 1/15، ولسه في نيكست. فبالتالي الفيرجنز هذه الشغلات انه كثير انت بتواجهها، انه انت ممكن تلاقي وصفه على الانترنت تمام وتلاقي انه صعوبه في تشغيلها. يعني ايش الحل لها؟ انه انت بتروح بتنزل عندك التنسور فلو او مكتبه الديب ليرنينج اللي انت بتشغلها بنسخ مختلفه بتكون متوافقه مع الكود هذا عشان انه هو يشتغل معك تمام. فهذا هو الخيار الاول، انه انت بتعمل فيرتشوال انفايرمنت تمام، وفي عندك هنا البيز انتربريتر
اللي هو نسخة البايثون الأصلية اللي هو حياخدها وحينزل عليها هاي الفيرجن من الباكجز. في عندك خيار تاني إنه أنت بتكاش تعمل virtual environment، بتروح بتنزل على existing interpreter. existing interpreter أنا عشان تكون ضايفه قبل هيك هنا بكونش موجود عندك في الليستة، كيف بدك تضيفه؟ بتضغط هنا على إضافة وبتختار عندك هنا، أيوة عندك طلع virtual environment conda environment. لو أنت كنت منزل أناكوندا هنا أنا بدي أختار system interpreter. system interpreter بتروح بتختار هنا، بتحدد انت وين منزله، وين منزله انا على سي على بايثون 38، وبعدين وين على بايثون 383 ام دي 64، وبتروح تعمل سيلكت للبايثون دوت تي اكس اي، بتعمل اوكي خلاص بينضاف هذا المسار تبع الوين بايثون عندك على المشاريع وخلاص تقدر تصير تستخدمه. تمام، فأنا بدي أستخدم الـ Existing Interpreter، هاي المسار تبعه موجود مضاف مسبقاً، هاي Create. هنا بتروح بتعمل New File، وهنا بتكتب الكود X بتساوي 10 Print X بتساوي X plus equal، طبعا البلس ايكوال هي البلس بلس. طبعا عندنا في البايثون السنجل كوتس والدبل كوتس نفس الشيء. Python is cool. في عندي 6 lines. أكبر حجم الخط. تروح على الـ Editor هنا من الـ Project Settings وعلى الـ Font وتختار هنا 22. هيك أحسن. آخر جملة Python is cool. طيب قبل ما يخلص هذا موضوع الـ Updating Interpreter بدي اورجي لك شغله كتير مميزه في البي شارب، انه انت على سبيل المثال انه انت ممكن تعمل زي هيك. راح احط لك هنا خط تحت، في عندك حاجه اسمها بيب 8 اي 308 تو ماني بلانك لاينز، في عندك 5 بلانك لاينز. ايش البيب؟ هي عباره عن ستايل في الرايتنج في البايثون، انه يفترض انه انت تعمل سبيسنج معين بحيث انه يطلع الكود انت عندك مرتب بالضبط. فانت كيف بدك تعالج هاي الشغله؟ انه بتضغط هنا ريفورمات فايل، فهو يعني لو انت بدك تفصل بين شغله وبين شغله بكفي لاين واحد بس. تمام، هذا الموضوع في السينتاكس تبع الانتنديشن لسه ما دخلناش فيه، انا بس بحكي لك انه طرق انه انت كيف تشغل البايثون. فجبت هنا كيف بدك تشغل، رايت كليك ثواني بس، وبتعمل ران للاب، وبالتالي بيشتغل معك دفعه واحده زي هيك. تمام، وهنا انت في عندك الران وفي عندك بايثون كونسول. الكونسول اللي هي الشيء اللي حكينا عنها برضه موجوده هنا ضمن الـ IDE.
تمام. طيب نيجي الآن لا آه تفضل، إيش سؤالك؟ هذا الزر اشتروا في 2012 ومش الكود عادي، بس هو صحيح صحيح، انا بس حبيت انوه للموضوع لانه هذه احد اسئله المقابلات. انت عندك كديتا ساينس بيجي بيسالك شو البيب 8، انه يفترض انه تكون مرت عليك. الطريقه الثالثه لتشغيل الكود واللي احنا راح نعتمدها يا محمود هي كيف؟ والله الاي دي الثانية مش هي البيب 8 مرتبطة بالبايثون تحديدا، مش بلغة برمجة ثانية، لأنه هي عبارة عن رايتنج ستايل متعلق بالبايثون مش بالجافا أو شغلة ثانية. في الجافا في رايتنج ستايل مختلف ثاني، يعني ممكن يكون ستاندرد وبيكون نازل مع الاي دي تبعته. فعشان هيك انا بقول لك انه هو موجود في السبايدر، لا مش موجود في الفي اس كود. فعليا انا مش كثير استخدمته، فبعرفش انه هل هو موجود ولا لا. البي شارب انه موجود. الطريقه الثالثه اللي احنا بدنا نستخدمها وبدنا نعتمدها اللي هو الجيبيتر. الجيبيتر ايش هو الجيبيتر؟ هي موجود هنا. فلاحظ انه كل الشغلات هذه كلها انت موجوده عندك في لون بايثون، منزل لك باكج زي هيك، بتروح بتعمل دبل كليك هذا لسه شغال سكريبتر عندي شغال. ففعليا بروح بشغل لك باتش فايل وبروح بشغل لك البراوزر. وبيشغل لك الجوبيتر لاب. هنا بدي لك خيار انه بشغل لك اللانشر، انه ممكن تشغل بايثون نوت بوك او كونسول اللي هي الشيل، تمام، او ممكن تفتح تيرمينال من هنا. فعليا انه ويندوز تيرمينال، لانه انت على الويندوز. لو انت كنت شغال يعني هذا ليش بدنا نعتمده؟ لانه انت بدك تكتب كود بايثون على، او بدك تعمل ماشين ليرنينج موديل، بدك تعمله على الكلاود، بدك تستخدم الجيبيتر، لانه فعليا انه انت بتقدر انه تشغل الكود هذا على الكلاود، تمام. وهذا الشيء اللي هي زي ما شفنا انه انت عندك انبوت انه هاي اكس بتساوي 10، بروح بشغل لك اياها وبتدخل الانبوت الثاني زي هيك. احنا معنيين بالنوت بوك، فاحنا بدنا نشتغل على النوت بوكس. فبدي اعمل نوت بوك سمى لي اياه انتايتلد، بدي اعمل له رينيم واقول مثلا نوت بوك 1. ايش هو النوت بوك؟ خليني اعمل ريفيو، اعمل شو لاين نمبرز واحطه في البرزنتيشن مود و واضح عندكم على الشاشة؟ طيب ايش النوت بوك؟ النوت بوك فعليا هو عبارة عن مجموعة من السيلز. ماشي. المنفصلة واللي ممكن تشتغل بشكل منفصل. يعني هنا انا ممكن اعمل x بتساوي 10 print x، ممكن اعملها execution. الاكسكيوشن اختصار انت عندك الكيبورد كنترول مع انتر،
أو ممكن إنه تغلب حالك تروح تمسك الماوس تمام وتروح هنا وتضغط على رن. طبعا الديفلوبرز دائما كسلانين يعني بدوروا على الاختصارات قدر الإمكان. فهي الانبوت وهذا الاوتبوت، فهذه السيل executed already خلاص تمام. ممكن أعمل سيل جديدة وأقول إنه print hello print python school. هاي الاكسكيوشن تبع، لاحظ انه الاكسكيوشن الاول محفوظ، ولما انا عملت رن عملت رن لهاي السيل. هاي الشغله كثير مهمه، ليش؟ لانه على سبيل المثال انا عندي بدي اشغل هاي الستيب لاين 7، ليش اعيد كل الكود لو انا بدي اعمل رايت كليك زي هيك ورن هنا؟ ليش اعيد كل الستيبس هذه اشغلها؟ لانه احنا عندنا الشغل في الداتا ساينس مش سهل، لانه انا بيكون في عندي ستيب ضليتني 3 ساعات لما خلصتها صار لها اكسكيوشن وخلصت. طب عدلت هنا، عدلت في الكود جزئيه تحت وبدي اشغل من اول وجديد، لازم اعيد اشغل من اول وجديد؟ لا مش صح زي هيك. فبالتالي بتروح انت بتفصلهم على شكل سيلز، والشغله اللي فيها باج او بتعملها ديباج او بتعملها ديبلومنت خلاص بتعدل عليها، وهداك انه لسه ضايل محفوظ. بمعنى اخر انه عندك هنا رجعت انت احتجت قيمة الاكس، هاي برينت اكس كمان مرة موجودة في الذاكرة، وهي طبعا اياها اوريدي اكسكيوتد، ما فيش داعي انه انت تعمل ريرن للهول كود لكل الكود عشان انه تعمل الشغلة هذه. هذه شغلة كتير كتير مهمة بالنسبة لنا في الداتا ساينس انه انت تستخدمها تمام. كذلك عندك المرونة انه انت ايش تعمل، انه تحط هاي بتقدم هاي وتأخر هاي وتعمل اللي بدك اياه بهذا الشكل تمام. تعمل دراج ودروب للسيلز بهذا الشكل. طبعا هاي هذه السيل عبارة عن بايثون كود، ممكن انه انت تشغلهم كلهم مع بعض دفعة واحدة. بتروح هنا على run وهنا run all cells تمام، وممكن تروح تتعلم على واحدة معينة، هي اللي عم بعملها هايلايت هنا، وتقول انه run selected cell and all below، من هاي السيل وتحت شغل لي، الفوق ما تشغلوش، شغلته وضليتني فيه 4 ساعات لما طلعت النتيجة، بديش اشغله تاني تمام. وممكن العكس، الكود اللي تحت فيش فيه مشكلة شغال، بس الكود اللي فوق بدي اعيد تشغيله، فبقول له هنا run all above selected cells selected cell، السيل اللي محددة شغل لي كل اللي فوقها تمام. الكومنت في البايثون انه انت ممكن شو تعمل، عندك تريبل كوت او تريبل دبل كوت، انه this is multi line comment، او ممكن تعمل الهاش لما اشغل هاي شو بيطلع معك. هنا بس بدي احط جملة تبع عشان انه ما يطلع هاش as a row. تمام، كل اللي فوق هذا من line 1 لـ 5 كله كومنت، ما انطبع، بس انطبع انه لاين 6 تمام. طيب ايش الفائده الثانيه انا عندي في النوت بوك؟ انه فعليا انه النوت بوك هذا انت بتكتب فيه كود وبتقسمه على مجموعه من السيلز، وكذلك بتكتب فيه نوتس. والنوتس هذه كيف بتكتب؟ هاي بدي اعمل سيل جديده، هذه كل السيلز هيا شايفين ايش النوع تبعها، كود. هاي بدي اعمل سيل جديدة واغير النوع تبعها لايش؟ مارك داون. ايش المارك داون؟ ايش المارك داون لانجوج؟
شو؟ هذه جزء من الموضوع. ايش المارك داون؟ كان عندي مارك اب لانجويج. ايش هي المارك اب لانجويج؟ ال HTML. تمام؟ لو بدك تعمل هيدر شو بتعمل؟ بتفتح تاج H1 تكتب وبتسكر التاج. بدك تعمل ليست ايتم شو بتسوي؟ تفتح تاج ولكل نقطة موجودة هناك بدك تفتح وتسكر تاج. هذه مارك اب لانجويج. زي ما في مارك اب لانجويج في مارك داون لانجويج. ايش الهدف منها برضو كذلك؟ نعمل فورماتنج للتكست للنوت تبعتي. يعني بدي اعمل H1 بدل ما اعمل زي هيك زي ما حكيت لك انه this is title وتسكر ال H1. لا هذا الكلام ما بدناش اياه، بدي شغلة اسهل. فبدك تعمل H1 فبتقول انه this is H1. طب H2 تنتين طب بدي اعمل باراجراف هلا ضروري اعمل بي مباشرة. طب بدي اعمل بوينتس بروح بعمل واحد ستيب 1 load model step 2 اوكي بالبريك 10 دقايق متى ناخده؟ ماشي اوكي بس اخلص النقطة هذه وبنطلع البريك اوكي step 2 انه load data. هذه النوتس كتير مهمة ان تكون انت عندك في النوت بوك، انت عندك في الشركات لما تشتغل بدك تسلم كل الشغل كله نوت بوك نوت بوكس، وبدك انه انت توثقه يعني بنظام المارك داون. نظام الكومنت انت عندك في الكود هنا جوا ما بيكفي، لا بده يكون فورماتد، وانه انت في عندك امكانية انه انت تضيف رسمات وتضيف نقاط وتضيف يعني فورماتد تكست بالكامل زي ما حنشوف حيتكرر عنا هاي الشغلة كتير. طب بدك تعمل، انا لسه ما عملتش اكسكيوشن لهي السيل لسه بالمناسبه، لسه بكتب مارك داون كود. عليكم السلام. خليهم هيك. ماشي حاضر. الله يعافيك. البوينت مباشره بروح بعمل انه مثلا انه اي سامبل بوينت ايش ممكن نحكي انه حدا يسعفني يا جماعه كيف مثلا البروجرامينج لانجويجز ايش في عندنا؟ في عندنا بي اتش بي، في عندنا جافا، تمام. وايش في عندنا كمان؟ بايثون. في البايثون لو بدك تعمل نقاط فرعية ببساطة انه تعمل سبيس بايثون نيم وفي عندك بايثون 3.3 فانه اتس فيري ايزي يعني انه انت تتعامل بهاي الطريقة. انت كيف بدك تصير انه انت تسوي؟ فبتروح بتعمل سيل زي هيك، وهذا الكلام احنا حنعمله كتير، انه بتروح بتعرف انه هاي مارك داون، انه انت بتقول انه لود داتا، تمام. وهنا بتروح بتقول انه الاكس داتا بتساوي مثلا tf.load وتحط انه هنا الباث زي هيك. فبالتالي انه انت بتعمل ديسكريبشن للستيبس تبعتك او للموديل تبعك انه انت ايش بتعمل، انه هذا عملت له ترين وهذا عملت له فريز وهذا انت قسمته هيك وقسمته لترين ولا تيست زي ما احنا حنشوف. الان انت بطبيعه الحال مش حتكون مستحضر كل الشغلات في المارك داون، فانت ايش ممكن تسوي؟ تسال مين؟
السلام موجود. فتروح تكتب mark down sheet sheet sheet. ايش للشيت شيت؟ شيت غش، ورقة غش، تمام؟ ما الديفلوبرز كتير غشاشين يعني بالمناسبة، لأنه من الصعب أو من المستحيل إنه أنت تحفظ كل الشغلات هاي. فهاي السنتاكس، البيزك سنتاكس، الهيدنج هيو زي هيك، البولد بتعمله زي هيك، الإيتاليك لو بدك تعمل تيبل بهاي الطريقة، لو بدك تحط فوت نوت إلى آخره، تمام؟ واضح يا شباب؟ فإحنا حنعتمد الجوبيتر. أنت شفت هاي فيها ثلاث طرق اختصارا، إيش هما؟ أنت ممكن تستخدم الشيل في كتابة الكود، ممكن تستخدم الـ IDE زي البي شارب، وممكن تستخدم الجوبيتر، واحنا حنعتمد الجوبيتر. خلينا نتوقف هنا، ناخذ بريك وبعديها نرجع بنكمل ان شاء الله. ثواني بس عشان Thank you.